بسم الله، هنبدأ نراجع على الفصل الأولاني أو شابتر 1 exercises on chapter 1 the figure show the flowchart also the figure calculating the area and circumference of for a circle given the radius of the circle r. يعني بناء على ان هو هيدينا قيمة ال r اللي هو radius او نصف القطر، هنحسب ال area المساحة circumference المحيط بتاع الدايرة. يبقى البداية هنا start input، هنا طبعا رمز الخال اللي هنا مطلوب مننا عشان ندخله نصف القطر ايه r. وبعدين هيحسب حاجتين ال area، كتب القانون عندها عندك اهو بيساوي ل باي 0.14 multiply r multiply r، او نقول multiply r square circumference بيساوي ايه اللي هو 2 باي r اللي هو 2 multiply 3 و14 multiply r، وبعدين هيطبعهم الاثنين print area كما سي، وبعدين انت make the necessary modification to the flow chart for the previous exercise so that you can enter the required multiplication table instead of. يبقى في المثال اللي هو بتاع جدول الضرب، جدول ضرب الثلاثة مثلا، كنا بنديله خريطة التدفق لحساب جدول ضرب الرقم ايه 3. طب لو انا عايز البرنامج بتاعي بحيث ان انا هدخله مثلا 4 يقوم يحسب جدول ضرب الاربعة، هدخله 5 يقوم يحسب جدول ضرب الرقم 5. هو ده اللي قصده في السؤال، ان احنا بنعدل الخريطة make the necessary modifications to the flowchart of the previous exercise so that you can enter the required، هندخل الايه العدد المطلوب multiplication table عشان نحسب جدول الضرب بتاعه instead of printing the multiplication table of 3. يعني بدل ما نحسب جدول الضرب رقم 3 هنعمله n، وان كان بقى قيمة ال n لو دخلنا 8 يحسب جدول الضرب الرقم 8. ال start enter n هندخل ال n و g بتساوي 1. طبعا هالج هنا هتبقى الايه العداد اللي هياخد قيم من 1 لكام ل 12. يبقى جي بتساوي 1 اف جي اقل من او يساوي 12 اضرب ال ان في جي وبعدين زود جي بتساوي ب 1. جو تو ستيب 4، يعني ادي بداية الخريطة ستارت انتر ان جي بتساوي 1. اف جي اقل من يساوي less than or equals 12 هعمل ايه بقى؟ لو الإجابة تروح هيعمل ايه؟ صح، هيضرب ال ايه جي في ال ان، او زي ما هو بيعملها بطريقة مباشرة print ان في جي. طب لو الإجابة ايه نو، يبقى هو كده وصل للايه للنهاية ويطبع يوصل للإند، وبعد طبعا ما يضرب ال n في g هيعمل ايه هيزود g بمقدار 1 يبقى g
equals g plus 1 وهنا end، وبعد طبعا ما يزور هيطلع يختبر قيمة الجي علشان نوصل write down the algorithm and draw the flowchart to print out even numbers from 1 to 10. يبقى هو عايز يطبع الأعداد الزوجية من 1 لكام؟ 10. يبقى انت لازم تحسبها الأول. البرنامج ده عايز يطبع الأرقام الزوجية من 2 ل 10، يعني عايز يطبع 2 وبعدين 4 وبعدين 6 و8 و10 وبس. يبقى هنا هيعمل start، هنا هيجيب متغير ويسميه ايه، ان بيساوي كام؟ بيساوي 2. هنبدأ من الاتنين. امال ايه الواحد دي؟ هو عشان يعرفك الارقام اللي انت هتطبعها دي محصورة بين رقمين كام؟ بين 1 وكام؟ و10. يعني مفيش اقل من الواحد ومفيش اكتر من 10، فما تخلي يعني الواحد هنا ما تغلطكش، وتبقى انت عارف ان طبعا الاعداد الزوجية المحصورة بين الرقمين دول هي 2 4 6 8 10. اوكي، ان بتساوي 2 الخطوة التالتة. ان اف ان اقل من او يساوي 10 4 برنت ان. الخطوة الخامسة n equals n plus 2. اوكي، بعد كده ايه؟ 6 and خريطة سهلة a start n equals 2 f n اقل من او يساوي less than or equals 10. هيعمل ايه؟ هيطبع print n. في الحالة دي هيطبع كام؟ طبعا في اول خطوة 2 وبعدين يزود n equals n بلس 2 وبعدين يطلع يختبر، وطبعا هنا الإجابة 2، ولو الإجابة false في الحالة دي هينهي الايه البرنامج ويعمل end. هي فكرة سهلة جدا ومكررة في معظم الخرائط. print out the sum of integer numbers from 1 to 3. يبقى الأعداد الصحيحة من 1 ل 3 هنحسب المجموع بتاعهم. وقلنا الفكرة بتاعت البرنامج ده قبل كده ان انا هجيب متغير variable n و variable sum. ال n ده بيساوي 1 والsum ده بيساوي 0، وبعدين نضيفهم على بعض فالsum يبقى قيمته 1. ازود ال n دي ب2 واضيفها على الsum فالsum تبقى قيمته 3، وبعدين ازود ال n لواحد تبقى 3 اضيفها على الصم الصم تبقى 6، وبعدين اطبعها. ادي الشرط اللي بيتكلم عنه، ان اكبر من 3. يعني هنا لو ال n تعدت قيمة ال 3 اطبع الايه المجموع، يبقى انا كده خلصت. ال n بتساوي 1 والصم بتساوي 0، ضيف الاتنين على بعض، زود ال n، اختبر قيمة ال n هل تعدت الحد المطلوب ولا لأ، وبعدين يرجع خطوة واتنين وتلاتة، ولما ال n تعدي قيمتها التلاتة هيطبع المجموع اللي حصل عليه اللي هو أخد القيم 1 3 6. وطبعا ما ننساش ان هو هيزود ال n ويخليها 3 ويطبعها، فالصم هيوصل 6، وبعدين هيزود ال n تبقى 4. يطلع يختبر
قيمتها، هيلاقي ايه؟ هيلاقي ال n اكبر من كام؟ من 3. فاخر قيم n هي ايه؟ 4 مش 3. write the algorithm and draw the flowchart to read the degree of Muhammad and Nora, then print the name of the owner of the greatest degree. يبقى هنا عايزين ندخل درجتهم محمد ونورة، ونطبع صاحب الدرجة الأكبر. انت بقى هنا اللي هتسمي. يبقى عندنا هنا اما نيجي نعمل definition، define the problem، يبقى عندك input هنسميها n degree درجة نورة، و m degree يبقى محمد degree، output n d or m d، يبقى هنطبع واحدة منهم. طب السوليوشن بقى، الحل f n d اكبر من m d، print ايه؟ n d، else غير كده print m d. يبقى لو درجة نورة اكبر من درجة محمد اطبع ان دي، غير كده يبقى في الحالة دي محمد هو الاكبر في الدرجة، وفي الحالة دي نطبع درجة ايه؟ محمد. سهلة. نرسم خريطة. Add start get n d comma m d is m d greater than n d. عند الإجابة true أو false. لو الإجابة true في الحالة دي يبقى درجة محمد هي الأكبر، تكتب ايه؟ the، يبقى print the greater is md، الأكبر هي درجة مين؟ محمد. غير كده يبقى print the greater is n d، وفي الحالتين هتوصل لي نهاية، سواء طبع m d او n d هيوصل لنهاية الايه؟ complete the downflow chart to read the quarter square r، then find the area of the square vs. if the value of r of is negative we should print the value of radius must be positive. يبقى هنا هندخل طول الضلع بتاع المربع، وبناء عليها هنحسب مساحته اللي هو بتساوي طول المساحة area اللي هي ايه؟ r square. يبقى المدخل عندي هنا لما تيجي تعمل definition هو عايز يكمل خريطة بس، يبقى ال input بتاعنا read r، f r اكبر من زيرو انه بيشترط هنا ان طول الضلع يكون ايه؟ اكبر من صفر. لو الاجابة true هيحسب ال area يساوي r في r هي r square، وبعدين print area f
r اقل من صفر طبعا هتبقى هنا الاجابة ايه؟ false. وهنقول له ايه؟ print value of r should be او must be positive. وبعدين انت write the algorithm and draw down the flowchart to read the time or degree and print تقدير. هنا بقى هو عايز هنا الايه؟ التقدير. هندخل درجة الطالب اللي اسمه تامر. لو الدرجة دي اقل من 50 يبقى التقدير بتاعه insufficient. بين 50 و 65 هيبقى sufficient. بين 65 و 75 هيبقى good. بين 75 و 85 هيبقى very good. فهنا بقى هيبقى مجموعة قرارات. وعندنا طبعا ايه؟ عندنا كم احتمال؟ احتمال واحد انه يبقى ضعيف، اتنين مقبول، تلاتة جيد، أربعة جيد جدا، خمسة ممتاز. هنلاحظ هنا ان هيبقى عندنا هنا كم قرار؟ قرار بيسأل هل الدرجة أقل من 50، ولو الإجابة بتاعته ترو هيطبع ايه؟ هيطبع sufficient. لو الإجابة نو هيبقى فيه قرار تاني، هل هي أقل من 65؟ ولو الإجابة ترو هيطبع الاحتمال التاني اللي هو sufficient. لو الإجابة false هيبقى فيه قرار تالت علشان يسأل هل هو أقل من 75، ولو الإجابة ترو هيطبع الاحتمال التالت اللي هو good لغاية ما يسأل هل هو أقل من 85، ولو قال ترو هيطبع الاحتمال الرابع اللي هو very good. وفي الحالة دي لو الإجابة false ما هيروحش القرار تاني بقى، لأن أنا لو درجته ما هياش أقل من 50، وما هياش أقل من 85، وما هياش أقل من 75، ومش أقل من 85، يبقى أكيد على طول هنطبع له إيه؟ excellent. يبقى لأن كده درجته أكيد من 85 لـ100. وفي الحالة دي يبقى إيه؟ excellent. فهنلاقي عدد القرارات اللي بتناقش الاحتمالات أقل من عدد الاحتمالات بواحد. يعني عندي 5 تقديرات، هنلاقي عندي كام قرار؟ 4 1 2 3 4. لو عندي 4 تقديرات هتلاقي 3 قرارات او 3 اشكال قرارات، ماشي. لو عندي احتمالين للطالب ناجح او راسب هتلاقي عندي قرار واحد بس. لو عندي 3 احتمالات اللي هو المثال بتاع درجة الحرارة اقل من صفر واكبر من الصفر هتلاقي قرارين بس، ماشي. هتلاقي دايما عدد الاحتمالات اكتر من عدد القرارات بايه؟ بواحد. فبما ان هنا عندي 5 احتمالات في التقدير، فهتلاقي المثال ده في الخريطة بتاعته هتلاقي 4 قرارات. لو حاول نرسم الخريطة، ادي ستارت، وبعدين هندخل الدرجة، وبعدين هنسأل هل هي اقل من 50؟ لو الإجابة ترو يبقى هيطبع ايه بقى في الحالة دي؟ هيطبع insufficient. لو الإجابة false هيروح للقرار اللي بعد كده اللي هي أقل من ايه؟ هيختبر إذا كانت الدرجة أقل من 65. ولو طبعا الإجابة ترو هيبقى كده الدرجة بتنحسب من 65 و50، وفي الحالة دي هنطبع له sufficient أي هو ايه؟ مقبول. طيب لو الإجابة false يبقى درجته مش أقل من 65، يبقى هنسأل إذا كانت أقل من كام؟ من 75. ولو الإجابة true يبقى هو إيه؟ good، لأن درجته بتنحصر من 65 لـ75. هنا الإيه؟ القرار الرابع، هل هي أقل من 85؟ لو الإجابة true وهي أقل من 85، إذا كانت بتنحصر بين الإيه؟ القيمتين دول، يبقى هنطبع له very good.
طب لو الإجابة فولس يبقى هنطبع له اكسلنت على طول، ماشي، و هيخرج من كل واحد من دول سه يوصل لكلمة ايه؟ اند. اي طباعة هيطبعها من الخمس احتمالات هيوصل لايه؟ لاند. complete the following flowchart to get time between. نفس الفكرة، أسئلة نظري. The flowchart use standard graphical and lines to represent the step of solving problems. الكلام ده صحيح، يقصد ان ال أشكال خرائط التدفق بتستخدم أشكال قياسية. You can use any geometric shapes to present the step of solution. لا، مش هنقدر نستخدم ايه؟ أي أشكال وخلاص، يعني ده عكس الكلام اللي اتقال في المثال السابق. احنا بنستخدم أشكال معينة، أشكال قياسية موحدة على العالم كله، ستاندرد زي ما بيقول. The symbol، يبقى الايه؟ السؤال ده خاطئ، أو الجملة دي خاطئة. The symbol اللي هو oval is used to represent the terminals of the start and the end of the flowchart. terminals عموما هو ايه؟ الطرفين بتوع اي مشكلة. فالايه الجملة دي صحيحة. the rectangle symbol is used to represent the enter data operations. لا طبعا، ده بيمثل process، اما ده بيمثل ال entering data اللي هو الايه؟ المتوازي. فالاجابة دي ايه؟ او الجملة دي خاطئة. The shape diamond is used to represent the make decision. The decision making type. The decision. Decision. Making. Operation. اكيد صح. The problem is an objective or an output that we have to achieve. Okay. Making a cup of tea is an example for a problem. طبعا بما ان انا محتاج خطوات وعندي مدخلات وعندي مخرجات وخطوات معينة هعملها عشان اوصل للكاب اوف تي، يبقى دي فعلا problem. والجملة دي صح. The problem solving is the steps and activities. Activities and operations that should be done to attain the required objective or output. الكلام ده أكيد صحيح. Program documentation is a group of arranged procedures. لا، الدوكيومنتيشن زي ما قلنا ان هو ال writing down everything of problem of the steps of problem solving. كل حاجة هنعملها في حل المشكلة هنكتبها، هندونها في وثائق، بداية من تحليل المشكلة وتحديد المدخلات والمخرجات والخطوات وكل حاجة، خرائط التدفق والالجوريزم كله هنكتبه. ده اللي احنا بنسميه documentation. اما الجروب اوف ارينج البروسيجرز ده هيبقى الايه؟ arrangement. نقرا الجملة كده. A group of arranged procedure. يبقى ال A group of logically arranged procedures to solve a particular problem. ده اللي هو الايه؟ اللي هنسميه الايه؟ الالجوريزم. الجملة دي طبعا خاطئة. The program testing is typing all the steps. ده اللي احنا هنمشي على documentation. الجملة دي ايه؟ خاطئة من غير ما اكملها، بس برضو المفروض نكملها. taken to resolve to solve the problem. program documentation means making sure that software free of errors. ده طبعا يقصد بالايه؟ التستنج. طب لو احنا فاكرين التستنج ده يبقى عن طريق ايه؟ ازاي بختبر البرنامج؟ عن طريق بري نون او بريفلس بريفلا بريفيسلي نون ريزلتس.
يبقى انا هدي له قيم مثلا، ان ده ادي له قيم، انا عارف نتائج مسبقة لما دخل القيمة دي، ولما يطلع قيم متطابقة يبقى البرنامج بتاعي ايه شغال صح. Algorithm is a group of the arranged procedures and arrangement logically to solve particular problem. A program documentation is typing all steps taken to problem solve. الكلام ده صحيح. The program testing means making sure the software okay. Flowchart are a diagram that uses standard graphical shapes to illustrate the sequence of operations of solving a problem. مظبوط. Flowchart help to facilitate understanding of the problem and analyzed and converted into program. ماشي. ان هي بتسهل facilitate understanding of the problem and analyzing it and converting the problem into a code or a program. Or all in the flowchart easy to be analyzed and converted to a code. The steps and activities. أكيد activities and operations that should be done to attain a required objective or are best called in خطوات دي تسمي ايه بقى problem solving. When drawing a flowchart we use standard shapes and lines. A group of arranged procedures, ده algorithm على طول. Making sure the software free of errors is called program testing. The method of problem solving includes many terms and terms which expresses making a cup of juice as a problem. The method of the problem solving includes many terms and terms which expresses a math problem as a problem. It's a diagram that uses standard graphical to illustrate graphicals. Illustrate هنا بمعنى ايه؟ يوضح. As the sequence الترتيب ماشي بدل ايه؟ الالجوريزم. The following flowchart قال ان الام بتساوي واحد، ولو الام اقل من الاسوء تلاتة اطبعها وبعدين زودها، يبقى ده البرنامج على طول اللي بيطبع الخطأ العدد الصحيحة من واحد لكام؟ لتلاتة. The number of iterations print of value of m عدد ايه؟ عدد المرات التكرار. بين قوسين بيقول لك ايه؟ عدد المرات اللي احنا هنطبع فيها قيمة الام هيبقى كام مرة؟ بما ان احنا هنطبع واحد واثنين وتلاتة، فاحنا هنكرر التكرار هيتنفذ ثلاث مرات. طب لو انا قلت لك قيم ام العدد المرات اللي هتحدد فيها قيمة ام، طبعا ام هتاخد قيم واحد واثنين وتلاتة واربعة، التلاتة دول هيتطبعوا واربعة اللي هنقف عندها. The previous flowchart, the value of m after the end. اهو قال لك بالظبط اهو. بعد ما نخلص التكرار the repeatability of is equal to كام؟ الام هتبقى قيمتها كام؟ اربعة، لان بناء عليه
لما الام تبقى 4 ونجي اختبر العدد ده ام اقل من سوا 3 هتبقى الاجابه فولس، وبالتالي ينهي الايه الخريطه. The symbol is used to compare between two values. قرار او اختيار. Is a diagram that uses standard graphical. يبقى ايه؟ flow chart. Is a group of logically arranged procedures to be executed to attain a goal. Problem solving. Problem solving. The names of data in the computer memory called names of data variable. Variables, but right or wrong for wrong answers. The flowchart is an important tool to documenting for documenting program. أكيد صح. The first step to problem solving is of بقى. First step of problem solving is the program testing. الكلام ده غلط. أول مرحلة الإيه؟ definition. The symbol متوازي أو input output is used for processing. لا هي فيل for إيه؟ input or output printing أو الإدخال والإخراج. The terminal symbol represents input and output operation. لا ال oval. The terminal symbols represents input. لا نقول له ايه start. يبقى الصح بتاع start و ايه و end. The design of the program on computer of the stage of solving the problem. The design of the program on the computer of the stages of solving. يعني مش مستوعب اول السؤال ده. The design of the تصميم البرنامج على الكمبيوتر. سؤال ده ناقص. For processing we use a symbol rectangle. We use the symbol the flowchart parallelogram. Parallelogram متوازي. Is a diagram that uses standard by flow chart. The symbol used to start and end the oval. In a flowchart the knot has two paths branches. دايما الاختيار او القرار decision. نفس فكرة الدرجة. Complete which represents entering two numbers then dividing and presenting the result. يعني هنا المثال بتاع ادخال درجتين. ادي بداية الخريطة start. Read N1 و N2. Is N2 equals 0. لا ما بتساوي صفر. طب اقسم بقى. Divide result equals n1 divided by n2 print r and. طب لو yes بيساوي صفر. Division is impossible. هنا بقى هنصحح ال underlined word. Algorithm represents
achieving a certain needed aim or output through a sequence. يبقى problem ايه؟ solving، اللي هو بتمثل هدف او يمكن الوصول اليه او goal يعني to be achieved من خلال خطوات وأنشطة. And the first class equation، معادلة الدرجة الأولى دي، the output is، الأوتبوت بتاعنا إيه؟ a value في قيمة الـ x ولا قيمة الـ y؟ لا طبعا قيمة الـ y، لأن إحنا هندخل الـ x وبناء عليها نجيب قيمة الـ y، يبقى التصحيح بتاعها إيه؟ y. وهنا إيه problem إيه؟ قلنا problem solving present represent branching in the flowchart we use processing symbol decision symbol variable as a set of logically ordered steps which are applied to achieve the required aim. دي هتبقى الايه؟ algorithm. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونكرر على الاستفسارات والمقترحات والملحوظات المرسلة على الإيميل الغوالبي@gmail.com أو على صفحة فيسبوك Easy Academy، وللمتابعة برضو قناة يوتيوب Easy Academy نفس الاسم. قدمه لكم باسم الغوالبي، متمنين لكم المزيد من النجاح والتوفيق بإذن الله. شكرا.